لودفيغ فيتغنشتاين، فيلسوف نمساوي بريطاني، أحد أبرز المفكرين في القرن العشرين وشخصية مثيرة للجدل. كان معروفا بأفكاره المبتكرة الفريدة وكذلك المربكة في كثير من الأحيان، حيث بيّن أسس الفلسفة وأصولها ونقضها مرات عديدة. ومن خلال منطقه التجريدي خرج لنا بأفكار غريبة وثورية حول طبيعة اللغة والمنطق والتجربة الشخصية، والذي لقي الكثير من الترحيب بين أتباع الفكر الوضعي، وفي نفس الوقت انتقده الآخرون بشدة. بينما هناك من يعزو فكر ما بعد الحداثة إلى كيركيغارد في القرن 19، يرى آخرون أن فيتغنشتاين كان البداية لفكر ما بعد الحداثة، والأخير يتفرع بدوره إلى الوجودية والعدمية والعبثية. وهذه باختصار جاءت كردة فعل تجاه الأزمات النفسية التي طرأت بعد مصائب الحرب العالمية الأولى. فمنذ زمن كانت ومحاولته لوضع أسس للأخلاقيات الموضوعية بعيدا عن الجانب الشخصي، بشكل ما فيتغنشتاين حاول إلغاء عمل كل من سبقه، وهذا هو السبب في اعتباره مناهضا للفلسفة. لا أعرف مفكرا أو فيلسوفا غير رأيه بشكل جذري مثل فيتغنشتاين. كانت له نظريتان لطبيعة المنطق وهما متعارضتان في جوهرهما، تم تقديم أولهما في كتابه رسالة منطقية فلسفية، والذي يعرفه الجميع بتسميته اللاتينية التراكتاتوس. فيه ادعى أن الفكرة وطبيعة العالم نفسه يشتركان في بنية واردة في قوانين الفكر المنطقي، واللغة المستخدمة للرموز مرتبة وفقا لهذا المنطق من أجل تصوير محاكاة أو كنموذج لما يجري في العالم. لكنه تجاهل لاحقا هذه الفكرة، معتقدا أنها أفرطت في تبسيط طبيعة التفكير وتعبيراته المحتملة في اللغة. في مرحلة لاحقة في حياته قدم نظريته الثانية في كتاب صدر بعد وفاته سمي بالتحقيقات الفلسفية. هنا قال أن الفكر واللغة يحصلان على معانيهما بكل بساطة من فائدتهما في سياقات أو ثقافات محددة، وبذلك يتحقق التعبير الواضح عن طريق الاستفسار من منظور أنثروبولوجي عن الأمثلة الفعلية لاستخدام كلمة أو عبارات من حيث منطقها المعطى محليا. باختصار، في هذا الانقلاب الفكري تحول فيتغنشتاين من التعميم إلى نوع من الخصوصية، ولكن في كلتا الحالتين كان همه الأساسي دائما هو التفكير الواضح والمشاكل الفلسفية الناتجة عن عدم تمكن الأشخاص من التواصل، والذين يحاولون قول ما لا يمكن قوله. هذا الكتاب قصير جدا، لا يتجاوز 80 صفحة، لكنه في نفس الوقت معقد للغاية. يمكننا وصف ما يتمحور الكتاب حوله ببساطة: ربط اللغة التي يستعملها البشر، أي مجموعة الأصوات التي تصدر من أفواهنا، مع المعاني والغايات. يزعم فيتغنشتاين أنه منذ آلاف السنين ونحن نحاول فهم الطبيعة والوجود، بينما المشكلة الحقيقية هي متأصلة في قصورنا اللغوي والفكري، لذلك لا وجود للفلسفة أو أنها ليست ذات أهمية، لأن الفلسفة هي نتيجة ضعف فهمنا للغة. إذا توغلنا في الفلسفة لفهم الطبيعة أو الوجود فإننا نقع في متاهات لغوية، فهناك معضلات لغوية وهناك معضلات رياضية أو أخلاقية، لكن لا توجد هناك معضلة فلسفية. كل المعضلات الفلسفية هي نتيجة محاولة الإنسان قول ما لا يمكن أن يقال. اللغة ليست فقط أداة نستعملها لوصف العالم أي الخارج، بل هي أيضا الوسيلة التي نعتمد عليها في التفكير أي الداخل. إذا كنا لنختصر كتاب التراكتاتوس فسيكون في جملتين: حدود التفكير هي حدود اللغة، حدود اللغة تأتي من قصور الإنسان في ملاحظة العالم. لكن ما هي هذه الحدود اللغوية حسب فيتغنشتاين؟ يزعم أن اللغة صورية في طبيعتها، أي نحن نستعمل كلمات للأشياء التي نراها أو نشعر بها،
أي جوانبها المادية المحسوسة فقط. بتعبير آخر، نحن نستطيع أن نفكر ونتكلم فقط عن تلك الأشياء التي نلاحظها، وبالتالي الجانب الميتافيزيقي لا يمكن أن نسبر أغواره من خلال المنطق. ذلك الذي لا نلاحظه علينا تجاهله. فمواضيع مثل الحياة بعد الموت أو القضايا الروحية ليس لنا شأن فيها. نعم، هذا الوصف ثقيل بعض الشيء ويميل إلى كفة المادية أو حتى إلى اللا أدرية. هدفه كان التخلص من جوانب التفكير غير الضرورية والتركيز على صلب الموضوع. ولأجل تحقيق هدفه وضع فيتغنشتاين نظرية لغوية تسمى نظرية الصورة للغة أو نظرية الصورة للمعنى. كان السبب الرئيسي وراء تطويره لهذه النظرية هي محاولة فهم كيفية تواصل الناس مع بعضهم البعض من خلال اللغة. كيف يمكننا نقل الأفكار المختلفة لبعضنا دون معنى مفصل، لكن من خلال تبني الوضعية المنطقية والذرية المنطقية. كان أيضا بقصد محاولة اكتشاف فهم ما هو حقيقي في الواقع وكيفية استخدام اللغة لوصف مثل هذه الحقائق. حاول فيتغنشتاين فهم العلاقة بين اللغة والعالم، ولكن بشكل أساسي المظاهر المنطقية والرياضية لهذه العلاقة. الفرضية الرئيسية لتراكتاتوس هي أن بنية اللغة تتكون من افتراضات معقدة، تتكون من افتراضات ذرية مثل الأسماء الضرورية والروابط المنطقية، نظرا لكون اللغة هي أداة تستخدم لوصف الأشياء البسيطة التي يتم دمجها أو الموجودة وذات علاقة ببعضها والمتضمنة في الهيكلية المعقدة للعالم. لذلك وكما ذكرت قبل قليل، فإن اللغة للاتصال بالعالم هي بالتالي علاقة تصويرية، وبالتالي فإن الكلمات في اللغة هي بمثابة صور للواقع لوصف الواقع. لذلك وبعبارة مبسطة، فإن الطرق التي نتواصل بها تكون من خلال اللغة، ولكي نكون أكثر دقة من خلال نقل الصور الذهنية. إن الكلمات تخلق الصور، وإن العالم والفكر الإنساني بشكل عام لهما بنية اقتران في قوانين المنطق، وأن أفضل طريقة لفهم مثل هذه الظواهر في العالم هي باستخدام الرموز لتصوير الواقع. استلهم فيتغنشتاين نظرية الصورة للمعنى من خلال قراءته في إحدى الصحف لقضية محكمة في باريس، حيث كان عليهم استخدام الألعاب أو النماذج التصويرية لتمثيل وفهم ملابسات وفاة شخص جراء حادث مروري. تم استخدام السيارات المصغرة وألعاب لوصف ما جرى، وكان لابد من تحديد الألعاب التي تتوافق مع الأشياء والعلاقات بين الألعاب التي تهدف إلى تمثيل العلاقات بين تلك الأشياء. ما لاحظه فيتغنشتاين هنا أنه من أجل فهم أفضل للعالم كنا بحاجة إلى تلك التمثيلات التصويرية لوصف ما حدث أو ما كان ليحدث. ولكن بتعبير أكثر دقة، فإن البنية المنطقية للصورة كما يعتقدها فيتغنشتاين متشابه مع اللغة. إن مجموعة العناصر في الصورة تمثل مزيجا من العناصر في تلك الحالة، والتي يمكن وصفها من خلال استخدام اللغة. ما استنتجه فيتغنشتاين هو أنه بدون البنية المنطقية في عقولنا والتي من خلالها يتم استخدام الإشارات والرموز البسيطة والمرتبطة في حالة من الأمور، فإن مثل هذه الإشارات لا معنى لها. لذلك فإن المقترحات التي تصور فقط الواقع هي التي تكون ذات صلة مهمة أو صحيحة. الافتراضات في اللغة التي لا تظهر أو لا تتخيل حقيقة يمكن معرفتها فإنها ليست صحيحة، وهي ما أشار إليها على أنها بلا معنى. وبالتالي فإن جميع المشاكل الفلسفية هي في الواقع مشاكل لغة لفيتغنشتاين، وأن الميتافيزيقا ليست سوى نفس النتيجة التي جاءت بها الذرية المنطقية لبرتراند راسل. في عمله الثاني الذي صدر بعد وفاته، انتقد فيتغنشتاين ما قدمه في التراكتاتوس حول نظريته الصورية، نظرا لاعتقاده أنها أفرطت في تبسيط الفكر واللغة وعلاقتهما بالعالم، حيث هاجم على وجه التحديد أساسها الذي كان يتمحور حول نظرية الذرية المنطقية، ولكن بشكل أساسي فكرة أن الكلمات تحصل معانيها من خلال وصف الأشياء.
في هذا العمل ذكر أنه لا الافتراضات ولا الحالات المحتملة للأمور التي تصورها والتي قال أنها تشترك في شكل منطقي محدد من العالمية أو حقائق بسيطة من الشكل المنطقي أو أن القضية لها نفس الشكل المنطقي، كل هذا المعنى ليس عرضيا ولكن يعتمد على وجهات نظر مجتمعية مختلفة في وزن الكلمات ومعانيها داخل ثقافاتهم. لذلك يميل تطور معاني الكلمات من استخداماتها المحلية ومنظوراتها أكثر من منطقها الشامل أو العالمي. وقد ربط هذا بالعديد من الأسئلة الفلسفية في الماضي مثل التعريفات الميتافيزيقية على سبيل المثال حول طبيعة الحب أو الألم وما إلى ذلك. لا يمكننا الإجابة على هذه الأسئلة بالضبط لأنها مشكلة لغوية وليست مشكلة فلسفية، وسأتكلم عن هذا الموضوع أكثر بعد قليل. وضع أيضا مصطلح التصويرية باعتباره مجرد علاقة داخلية بين الافتراضات في اللغة والواقع عندما يكون قابلا للتطبيق، ولكنه رفض كل شيء آخر من نظرية الصورة للغة في تراكتاتوس. ما دفعه لتغيير رأيه بهذا الشكل الجذري ما ورد عنه أنه في إحدى رحلاته وأثناء ركوبه في قطار كان معه في الغرفة خبير اقتصادي مهتم بأعماله. دار بينهم بعض النقاش حيث كان فيتكنشتاين يصر على أن الافتراض وما يصفه يجب أن يكون له نفس الشكل المنطقي ونفس التعددية المنطقية. قام الاقتصادي بإيماءة مألوفة لسكان نابولي حيث تعني شيئا مثل الإشمئزاز أو الازدراء بمسح أسفل ذقنه بأطراف أصابعه إلى الخارج، وسأل ما هو الشكل المنطقي للحقيقة في هذه الحركة. أدرك فيتكنشتاين حينها أنه لم يكن للبنية المنطقية لهذه الحركة في لغة الجسد أو الافتراض شكل منطقي عالمي، وأنه لم يكن اقتراحا يمكن تحليله إلى عنصر مستقل من المعنى أو الحجة الذرية المنطقية. وهذا ما قاد فيتكنشتاين إلى كتابة التحقيقات الفلسفية، حيث رفض العديد من الأفكار المتعلقة بالذرية المنطقية من كتابه الأول، وهذا هو المكان الذي يطور فيه أفكارا مثل الألعاب اللغوية المحيطة بفكرة المنظور واللغة الخاصة، حيث يستخدم مثاله الشهير الخفساء في الصندوق. كل هذه الأفكار وأكثر هي في الأساس للكشف عن المشاكل الأساسية التي نواجهها مع اللغة وإلقاء الضوء عليها بالمعنى الاجتماعي عندما يتعلق الأمر بفهم الحقيقة. أدرك أن موضوع هذا الفيديو معقد وأعترف أنه تطلب مني بعض الوقت حتى استطعت فهمه، لكن أتمنى أن يكون ما تبقى من الفيديو أسهل فهما مع عرض الأمثلة. بالتأكيد مرت علينا جميعا مثل هذه الصور من خدع بصرية، لكن في هذه الصورة بالتحديد هل هذا رأس بطة أم رأس أرنب؟ ظهرت هذه الصورة في إحدى الصحف الألمانية في عام 1892، وأصبحت منذ ذلك الوقت مدار بحث فلسفي وسيكولوجي حتى يومنا هذا. كيف ستفهم هذه الصورة إذا كانت محاطة بصور أخرى للبط؟ ستجبر على رؤيته كبطة. كيف ستفهم هذه الصورة إذا كانت هناك صور أخرى لأرانب؟ لن ترى سوى جانب الأرنب. ولكن السؤال هنا، كيف يساعدنا هذا الوهم في فهم الأفكار الفلسفية حول الوجود واللغة؟ استخدم فيتكنشتاين هذا المثال لتوضيح أنه في الأساس أن هذه الصورة يمكن تفسيرها في العقل على أنهما شيئان مختلفان، أرنب أو بطة، ولكن ليس كلاهما في آن واحد. وخلاف ذلك فإن القيام بذلك يعني التوصل إلى تفسير جديد للصورة في أذهاننا مغايرا عما هو متعارف عليه، صورة جديدة قد نسميها أرنب البط. كل ما نقوم به باستخدام الاسم الجديد هو إنشاء طريقة جديدة لوصفه، لكن صورة بقية نفسها لم تتغير. حسب رأيه لا البطة ولا الأرنب ولا أرنب البط ستتمكن من وصف الصورة بشكل شامل على الصعيد الجزئي أو الكلي، لن يتمكن أي منهم من ذلك. لذلك وفقا لفيتكنشتاين من العبث محاولة وصفه على الإطلاق. هذا ما كان يؤمن به في الأصل عن الفلسفة نفسها،
لا يمكن الوصف بشكل كامل بحيث يشمل كل التداخلات الفلسفية، فهل هذا يعني أنه لا جدوى من الفلسفة؟ قال فيتكنشتاين أن بعض الجمل يمكن تفسيرها بشكل مختلف في أوقات مختلفة من قبل أشخاص مختلفين في ظروف مختلفة، تماما مثل هذه الصورة القابلة للتأويل بعدة أشكال. استخدم صورة البطة والأرنب لتمثيل المفاهيم الفلسفية مثل الوعي والأخلاق والعدالة والمساواة. تفسر عقولنا هذه الأمور بشكل مختلف اعتمادا على السياق الذي نستخدمها فيه. على سبيل المثال، قد تكون العدالة ذات معنى إيجابي بالنسبة للبعض، وقد تعني التسلط بالنسبة للآخرين، وهذا يكون بالاعتماد على السياق. كلاهما غير كاف لتعريف العدالة بدقة مطلقة. هناك جمل متعارف عليها نستخدمها دائما، مثل الكلمات تعجز عن مدى امتناني لك أو شيء من هذا القبيل. فيتكنشتاين اهتم كثيرا في هذا الموضوع. لماذا نعجز عن الوصف أحيانا؟ فإذا كنت تختبر شيئا ما ولكنك لا تستطيع من إيجاد كلمات كافية لوصف التجربة بدقة للآخرين، وبالتالي لن يتمكن أي شخص آخر من معرفة ما اختبرته. إذا كان هذا صحيحا، فهل هذا يعني ذلك أيضا أنك لا تستطيع ذلك؟ لتوضيح هذه المعضلة اقترح فيتكنشتاين في كتابه تحقيقات فلسفية تجربة فكرية سماها الخنفساء داخل الصندوق. تخيل مجموعة من الأشخاص، كل واحد يحمل صندوقا. داخل كل صندوق هناك شيء يسمى بالخنفساء، لكن في سياق هذه التجربة الفكرية لا يسمح لأي شخص بالنظر إلى صندوق الآخرين. كل واحد يستطيع فقط النظر إلى داخل صندوقه الشخصي ويتحدث عما يوجد فيه. السؤال هنا، هل يمكن لأي شخص أن يعرف فيما إذا كان أي شخص آخر لديه بالفعل خنفساء في صندوقه؟ وهل يمكن لأي شخص أن يعرف كيف تبدو خنفساء أي شخص آخر؟ إذا فعلوا ذلك سيتمكن الجميع التحدث عما في داخل صندوقهم، ولكن يمكنهم فقط التحدث باستخدام الكلمات التي يشاركها ويفهمها الجميع فيما يتعلق بما يوجد في الصندوق، وهو في هذه الحالة خنفساء. وفقا لفيتكنشتاين لا يمكن التحدث عن الشيء الموجود داخل الصندوق بشكل هادف حول استخدام كلمة خنفساء، لأنه لا يمكن لأحد تأكيد ما يعنيه أي شخص بالخنفساء، ونتيجة لذلك يتم إنشاء معنى كلمة خنفساء فقط من خلال استخدام الكلمة للدلالة إلى شيء موجود في صندوق كل شخص. ولكنه لا يصف بالضرورة الشيء الموجود بالفعل في صندوق أي شخص، ولا يمكنه بالضرورة وصفه. يستخدم فيتكنشتاين تشبيه الخنفساء هنا ليشير إلى أن الحالات والأحاسيس التي تحدث في خلجات النفس، أشياء مثل الرائحة، الألم، الحب والسعادة والمعاناة وما إلى ذلك، هذه أشياء لا يمكن لأحد أن ينقلها بما يكفي لمشاركة تجربته مع الآخرين والكشف عنها. الصندوق هو رأسنا والخنفساء هي الإحساس الداخلي. لا يمكنني رؤية خنفسائك أبدا، ولا يمكنك رؤية خنفسائي أبدا. عندما نحاول التفكير والتواصل بشأن الأحاسيس الداخلية، يجب أن تكون الكلمة مفهومة للجميع ويمكن تعليمها حتى تكون ذات معنى. وفقا لفيتكنشتاين، اللغة هي علم اجتماع. تعرف هذه النظرية باسم حجة اللغة الخاصة، والتي تقترح أنه لا يمكن فهم أي لغة إذا كانت لفرد واحد فقط. تتشكل اللغة فقط من خلال الاستخدام المشترك مع مجموعة من الآخرين، وبالتالي فإن الإحساس بشيء ما قد يكون موجودا حصريا لنفس المرء، ولكن لا يمكن فهمه أبدا من حيث اللغة حصريا للذات. بمعنى آخر، لا يمكننا أبدا معرفة ما إذا كان أي شخص يعاني من أي شيء بنفس الطريقة التي نختبرها بها، حتى لو تحدث الجميع عنه بنفس الكلمات. يمكننا فقط أن نفترض، يمكن القول أن محاولة تبرير وتوصيل وفهم التجربة العقلية للإحساس يكون غير قابل للتواصل بعد مرحلة معينة. على سبيل المثال، يمكن للمرء أن يقول أن الورودة تنبعث منها رائحة زكية، ولكن عندما يسأل عن شرحها يجب أن يستمر في قوله أشياء مثل رائحة طبيعية أو أنها تبعث السرور.
إذا طلب منه أن يشرح ما يحسه بدقة، فربما إذا حاول المرء جاهدا بما يكفي يمكن أن يأتي مع بعض الروائح الأخرى لمقارنتها، لكنها في النهاية ستصل حتما إلى حدود يعجز عن الوصف أكثر. سيكون هناك سؤال أخير عن الرائحة التي لن يكون لها إجابة، إحساس يتجاوز الكلمات، لا يمكن لأحد غير الشخص المجرب أن يعرفه على وجه التحديد، حيث لا يمكن للمرء أن يتكلم، عليه أن يلتزم الصمت. يكتب فيتكنشتاين عند الإشارة إلى فكرة التجربة الذاتية وتلك التي تتجاوز اللغة والفهم المنطقي بعيدا عن اقتراحات اللغة والمعنى المشترك، يمكن القول أن أكثر ما يثير التفكير في كل هذا هو أننا لا نستطيع أبدا معرفة شعور أن نكون أي شخص غير أنفسنا. لا يمكننا أبدا معرفة ما قد يكون عليه العالم، الذوق، الرائحة، والصوت، والشعور خارج أجسادنا. لا يمكننا أبدا التحقق من الشكل الذي يبدو عليه اللون الأحمر لأي شخص آخر، أو ما هو شعور أي شخص آخر بالحب أو السعادة. نحن جميعا محبوسون داخل أذهاننا ونتخاطب مع بعضنا البعض في محاولة لمعرفة ذلك، لكننا لا نستطيع أبدا الدخول إلى ذهن أي شخص آخر لمعرفة ذلك على وجه اليقين. حتى لو كانت أدمغتنا متطابقة في التركيب، فإن الطبقة النفسية الموجودة تحتها جميعا تحول تجربة الإشارات العصبية إلى شيء مجرد، بعيدا بما يكفي عن الأشياء القابلة للقياس والقابلة للنقل لمعرفة أي شيء بالضبط. في النهاية، بغض النظر عن أي موقف فلسفي أو نظرية علمية، من الإنصاف القول بأنه على الأقل لا أحد يستطيع أو سيعرف أبدا ما يعنيه أن تتنقل في هذا الكون وتجربته بالطريقة التي تريدها. لا يمكن لأحد أن يرى من المواضع الدقيقة للزمان والمكان بالترتيب الدقيق الذي لديك كل لحظة تختبره فيها إحساسا أو صورة معينة للعالم مع ظروف وعيك الخاصة، هي إلى الأبد لك وليست لأحد آخر، وتحجب السر معنى أن تكون أنت في الواقع إلى الأبد. ربما نشعر جميعا ونختبر بطرق متطابقة تقريبا، أو ربما نشعر جميعا ونختبر بطرق مختلفة تماما. قد تكون نسختك من اللون الأحمر وإحساسك بالألم وتجربة الحب الخاصة بك هي النموذج الوحيد من الأحمر، النموذج الوحيد للألم، النموذج الوحيد للحب في كون أسره. الفكرة الأساسية هي أنه لا أحد يعرف، لأن كل واحد منا لديه الإجابة التي لا يمكن لأي شخص آخر الوصول إليها. نشكر متابعتكم أعزائنا المشاهدين، نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم جديدنا أولا بأول.